في المكلا عاصمة حضرموت يكتسي رمضان لونا فرائحيا واجتماعيا وتكافليا وروحيا زاهيا. وبرغم الأزمات المعيشية المتتالية إلا أن سكان وأهالي المكلا ما يزالون حاضرين بعاداتهم وتقاليدهم الرمضانية، ويشاركون ويتشاركون وجباتهم الرمضانية في الأحياء والشوارع العامة. إحضار سكان المكلا وإخراج المأكولات والمشروبات الرمضانية من منازلهم والتشارك مع جيرانهم وأبناء حافاتهم وأحيائهم يعد واحدا من أبرز الموروثات الشعبية الحضرمية. العادة الرمضانية هذه تعد واحدة من صور التكافل الاجتماعي التي يحرص سكان المكلا على تعزيز وتجسيد روابطها في شهر البر والإحسان والتراحم والتكافل. موائد الإفطار الجماعية لا تنتهي بتناول الوجبات، وإنما تعقبها مجالس للمناقشات التي تنتهي بالتنبيه لأداء صلاة التراويح التي تعد عادة رمضانية أصيلة تزهو بها المكلا وتحتفي بها مع بزوغ شمس أول يوم رمضاني من كل عام. عماد العامري لقناة سهي من مدينة المكلا.